السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة سهام شانيل. اليوم جيت ندير معكم واحد الوصفة جديدة بالبطاطا، يعني شكل مغاير ديال البطاطا اللي غتعجبكم بزاف. اول حاجة خديت هنا بطاطات الحجم اللي بغيتو القياس اللي بغيتو، سلقتهم خليتهم تتسلقوا مزيان، ودابا غادي نقيهم من هاد القشرة ديالهم. يعني البطاطا هي المكون الرئيسي، مازال سخونة دونك غادي نحيد لها هاد القشره ديالها وغادي نديرها في هاد لو بول. من بعد ما نقيتها دابا غادي نمعسها بهاد الآلة. غادي نزيد عليها مليحه ونمعسها مزيان. من بعد غادي ناخذ البطاطا ديالنا وغادي ناخذ الفرماج. اللي عنده فرماج هكا ماشي غابي، يعني يكون طريفات غتكون حسن. انا ما كانش متوفر عندي، دونك هذا واخا ما يساعدنيش بزاف ولكن غادي نحاول معاه. وعندي هاد العويدات هادو ديال الشواء، هما من الاحسن يكونوا دوك العويدات اللي غلاط شويه بحال ديال الكلاص. انا ما متوفرينش عندي، دونك غندير هادو. غادي ندير ربعه في الوحده باش هكا يجيني غليظ العود. اول حاجه غادي ناخذ واحد الكميه ديال البطاطا، نحاول نسرحوها بالطريقه في يدينا، نحطو لداخل ديالها الفرماج. نسدو عليه حتى ما يبقاش يبان. دونك هي ترجعت لي على هذا الشكل. دابا غادي ندير فيها دوك العويدات ديال الشوا، نحاول نخشيهم بربعه باش هكا يلاه يجيوني الحجم ديال البطاطا. هاهما انا غادي نكمل دابا البطاطا كامله بنفس الطريقه ونعاود نرجع لكم. دونك من بعد ما كملت البطاطا ديالي كامله على هذا الشكل، تيجيو لي باطوني بحال هكايا، نخليهم جانبا. خديت هنا بيضه قربتها مزيان، وعندي هنايا لا شابلور. لا شابلور صايبتها غير بوحدي في الدار. تاخذوا الخبز لبقى عندكم شايط تتقريوه مزيان ولا تديروه في الفران حتى تيتحمر مزيان، وابخي تطحنوه في مولينكس. دونك غادي نبدا ناخذ الباطوني الاول، غادي نحطو في البيض، ندوزو على البيض بحال هكا. ومن بعد نديرو في لاشابلوغ. ناخذ الباطوني الثاني، نعاود نديرو في لاشابلوغ. غنستمر حتى نكملهم كاملين ومن بعد ندوزو باش غادي نقليوهم. دابا خديت الزيت هنايا درتها تسخن في المقلة، ودابا غنبدا نحط فيها البطاطا ديالي. بسم الله،
غادي نبقى نقلبها اشاك فوا ملي نحس بها تحمرات من واحد الجهه نقلبها على الجهه الاخرى. دونك انا غادي نستمر بالقليان حتى نسالي ونوريكم النتيجه النهائيه. وهما لي باطوني ديالنا ديال البطاطا من بعد ما طابو تيجيو على هذا الشكل. ما نعاودش لكم شحال تيجيو زوينين. ها هما وتنرفقوهم بالمايونيز. مهم روعه روعه. نحل لكم من الداخل تشوفوا وحده. وبالصحة والراحة. إلى عجبتكم الوصفة ديال اليوم ما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك وديروا لي جيم باش يوصلكم كاع الجديد. إلى اللقاء.